أي مدى حضرتك شفت على مدار مسيرتك اللي كتير ما يعني سواء في مواقع كتيرة، سواء كأستاذ في الجامعة، كشخصية عامة، كعضو مجلس النواب في فترة خطيرة من الفترات من 2000-2005 حضرتك قلت لي، وكرئيس لجنة التعليم، كل الخبرات وما بعدها بقى من المؤسسات والعمل المدني، كل الفترة دي تقدر حضرتك تقول لنا، ما أعرفش ده يلخص في إجابة واحدة ولا لأ، يعني إنه قد إيه إحنا قريبين من أننا نوصل للشكل اللي بنتمناه؟ يعني إذا سمحت لي وقلت أن أنا أوصف مسيرة الدكتور حسام بدراوي مرتبط على طول عندنا بالتعليم، قربنا يا دكتور ولا لسه بعيد؟ أنا رجل متفائل بطبعي، ومن قراءتي لواحد من أكثر الناس اللي أثروا في حياتي وهو الإمام علي بن أبي طالب، كان يقول إيه؟ يرتفع الناس لمستوى ظن الآخرين بهم. يلا فأنت لما بتظني في أولادك وفي تلامذتك وفي المجتمع أفضل خير. يرتفعوا إلى مستوى ظنك بهم، غير لما تقطميهم وتكسريهم وتنتقديهم سلبا. ففكرة النظر إلى المستقبل بأمل دي يعني حلوة داخلة في حياتي. اتنين، إن إحنا عندنا تحدي رئيسي وهو عدم استدامة تطبيق كل ما نتفق عليه من تنمية. في إطار، أنا هكلمك في إطار التعليم وإطار الرعاية الصحية وإطار الاقتصاد وكل الأطر، هتلاقينا بنمشي من ألف إلى ب ونرجع من ب إلى ألف. بالنسبة للتعليم بقى قصة اختلفت، لأن التعليم ما فيش فيه تغييرات تتم فجأة ولا في طفرات. التعليم طبيعته أنه هادئ في التحول، دورة وتخلص ويجي بقى. وإذا لم يستدام السياسة ما تشوفيش أثر، الأثر بيختفي. وفي حاجات إحنا مفروض ناخدها من غيرنا، هو إحنا اللي بنخترع العلوم وإحنا اللي بنخترع التكنولوجيا؟ لا، في الغالب بس على ناخد ما يفعله الآخرون ونطبقه. أعظم التجارب التعليمية. إحنا فين بقى في اللغة العربية وفي التاريخ وفي ده قصة أخرى. يعني في حكمة بس أقولها لك، لا يرتفع مستوى تعليم في أي أمة فوق مستوى معلميها.